مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع، احنا معاكم في قصة كفاح النهاردة. قصة الكفاح مختلفة. شيماء فتحي مقيمة مدينة السادات، عندها شوية مشاكل، عملت حادثة قبل كده حصل لها شلل، قومت لحد ما جابت دليفري وقررت انها تشتغل عليه. عرفينا بنفسك كده واحكيلنا قصتك ايه. انا اسمي شيماء فتحي السيسي، عايشة في مدينة السادات من 7 سنين. جيتها انا وزوجي الله يرحمه، كنت انا واقفة على رجلي. انا اول ما نزلتها كنت نازلة واقفة على رجلي وزوجي كان معايا. عشنا فيها 22 يوم، وكنت انا نازلة من على السلم، ما كانش فيه حواجز ما بين كل دور ودور، اتزحلقت ما كانش فيه اي حاجز ان انا امسك فيه علشان الحق نفسي. نزلت واقف على رجلي من الدور التالت. طبعا اول ما وقعت حصل كسر في الفقرة القطنية الاولى، رحت المستشفى وكده. بعد ما حاول ان هم يدخلوني عمليات وكده، وكان الجرح بدأ يلم. بعد ما دخلوا علشان يقدروا ان هم يلموا الجرح جامد، ضغطوني على النخاع وعملولي تهتك في الحد الشوكي. حصلك مشكلة يعني، احكيلنا بقى قصة الكفاح اللي انت وصلت لها دلوقتي. هو والله بعد حادثتي وكده، وبعد يعني ما عملت الحادثة، زوجي توفى بعدها فترة قليلة، وانا اللي بقيت بعول الطفلين اللي معايا، البنت والولد. فطبعا انا بدأت اول حاجة اهتميت بيها ان انا عايز اعمل عمليات علشان ارجع زي ما انا. عملت عمليات كتير قوي، 32 عملية في رجلي، وكل اللي بوصله ان انا بقدر ان انا اقف. وكل عملية كنت بعملها طبعا كانت بتأثر معايا ان انا بيحصل لي اعاقة تانية غير الاعاقة اللي انا فيها، لحد ما وصلت لمرحلة ان انا امنيت حياتي ان انا عايز اشوف نفسي واقفة على عكسين. والحمد لله بفضل الله وفضل الناس اللي وقفت جنبي، وصلت لمرحلة ان انا اشوف نفسي وانا واقفة بعكسين. بس ان انا امشي لا، هو اقف بس اقف كده بركزي. لما بدأت ان انا اقف كده طبعا بدأت ان انا اقرر ان انا الاقي ادور على شغل عشان اشتغل. طبعا كنت كل ما بروح، طبعا انا معايا كورس متحرك، كل ما اروح لاي حد كان طبعا يرفض ان هو يشغلني علشان كان متخيل ان هو هيقدر يعني
يشيلني ويحطني. ما بصش مثلا للشهادات او ذكائي او كده. فطبعا انا عانيت اوي من قصة الشغل. انا معايا طبعا ثانوية ازهرية، وكنت في اعلام لما عملت الحادثة، كنت في اخر سنة في سنة رابعة، ومعايا دبلومة في السكرتارية. كنت في اخر سنة طبعا مخدتش الشهادة ديت عشان انا كنت في اخر سنة. طبعا قررت اي حد كنت اقول مثلا هشتغل كاشير اي حاجة، كانوا طبعا الكل بيرفض. مكتب العمل كان يقول لي اقعدي في البيت ونديك مرتب. انا ما كنتش عايز اشتغل عشان مش لاقي اكل، لا انا كنت عايز اشتغل عشان اثبت ذاتي، وعلشان انا حتى ان انا ابقى فرحانة ان انا بشتغل وبجيب واصرف على عيالي. طبعا بعد كده قررت جبت كارت وجبت المكنة دي. المكنة دي هي لسه نازلة حديثة. لقيتها ان هي مناسبة ليا. بالفعل سعيت وجبت كارت علشان ان انا اجيب المكنة دي. لما جبت المكنة دي قررت ان انا اشتغل بها دليفري. بس انا بصراحة كنت خايفة من ردود الناس زي ما بشوفهم في الطريق، ان هم بص لنا نظرة ان احنا عجزة. كتبت بوست على المنطقة مدينة وقلت انا بنت مدير القيادات الخاصة وعايزة والمكنة دي بتاعتي ونفسي اشتغل بها دليفري. لقيت ناس بتتفاعل معايا وناس ضدي برضو. بس الناس اللي بتتفاعل معايا بصراحة كانت اكتر، وكنت سعيدة ومبسوطة معاهم. والحمد لله يوم بعد يوم ناس بتتصل بيا وبتقولي مش هنشتغل الا معاكي انتي. وانا